مساء الخير البنات، اليوم جيت ندير معكم واحد المسيمنة على شكل ملفي. تجي رائعة، تجي غزالة الصراحة، غادي تجربوها ان شاء الله وغادي تقولي الله يعطيك الصحة على المسيمنة هذه، كتجي غزالة. ونبداو البنات على بركة الله، نوريكم المقادير والطريقة كيفاش كنعجن العجين. بسم الله البنات، نجيبو القصرية ديالنا، كنعبروا زلافه معامره ديال الطحين. هانتوما البنات زلافه تكون عامره مزيان. اللي بغى يضبط المقادير بالنسبه لهذا الشيء اللي غادي المقادير اللي غادي نعطيكم، اللي بغى يضبطهم يضبطهم ماشي مشكل. عندنا البنات شويه ديال الملح اللي غينسم لينا هذه العجينه اللي درناها. عندنا جوج معالق ديال الزيت نباتي، زيت المائدة، الزيت اللي كان جوج معالق. وعندنا جوج معالق ديال الخل، جوج معالق ديال الخل. وعندنا معلقة ديال العسل، معلقة ديال العسل البنات. من بعد البنات كنجمعوا العجين ديالنا بالماء عادي، الماء عادي البنات في الروبيني عادي. من بعد البنات ما جمعنا العجين ديالنا، كنديروا الساشي ديال الخماره، كنجمعوا فيه العجينه ديالنا حتى كنعجنوا البنات، وكنساليو وكنديروا الخميره وكنعجنوا بها العجينه ديالنا. كندلكوها مزيان البنات، راكم عارفين العجينه ديال الملوي كيفاش كتكون، خاصها تعلق مزيان. من بعد ما عجنا العجينه ديالنا البنات كيف كتشوفوا، نجيبو بابي سوفليزي غادي نغطيوها البنات واحد نص ساعة، كنغطيوها وغادي نخليوها نص ساعة. ومن بعد غادي ندوز نوريكم التتيمة، التتيمة ديال الطريقة التانية. من بعد البنات ما العجينة ديالنا هاهي كيف كتشوفو، البنات كتجي زوينه وكتجي ساهله. كندهنوا واحد المول ديالنا، صافي البنات كنقسموها على النص، نقسموها على النص وكنعاودوا نقسموها. انا البنات غادي نقسمها هنا على اربعه، كنبقاو غادي بهذه الطريقه كيف كنديروا الملاوي، كيف كنديروا الرغيفات حتى كنساليو العجينه ديالنا كامله، يعني كندير 4 4 8. من بعد نسالي البنات وندوز نوريكم الطريقه المواليه. من بعد ما قطعنا العجينه ديالنا كيف قلت لكم كتشوفوا، نخليوها ترتاح واحد شويه وندوز نوريكم الطريقه. من بعد البنات كنجيبوا الزبده ديالنا اللي ديجا انا دوبتها، كندير فيها واحد معلقه ديال بايزانو، تعرفوا البنات معلقه ديال بايزانو، من بعد ما خلطنا الزبده ديالنا مع بايزانو البنات كيف كتشوفوا. من بعد ما سالينا الزبده ديالنا البنات غنحطها في الجنب،
غادي نجيبو السيترو ديال الحليب، غنصيبو لا كريم باتيسيير السيترو ديال الحليب، غادي نديرو فيه ثلاثة المعالق. انا في الحقيقة ما كيعجبنيش يحلو بزاف، غندير غير جوج معالق ديال السكر سنيدة، واحد النص حامضة ولا حامضة، المهم هادي هي نكهة، ما كيعجبنيش انا يبقى هكاك سامبل، كنبغي نمكه صافي بالحامض محكوك. ولا كريم باسيسيير البنات، لا كريم باسيسيير غادي نكتفي غير بجوج معلقات كبار صافي. غندوز البنات نصايب لا كريم باسيسيير ملي وجد ليا، وغادي نجي باش نوريكم الطريقه كيفاش نصايبو السمنات ديالنا. من بعد ما لا كريم ديالنا وجد البنات، تعقدوش بزاف يعني، خلوه شويه هكا كيف وريتكم. غندوزو نورقو دابا، غندوزو البنات نورقو الرغيفات ديالنا. نمشيو على هاد الطريقه البنات حتى نسالي التوريقه ديالها. غادي نجيبو المول البنات اللي غنديرو فيه الرغيفات ديالنا اللي ندهنوه، وغادي نديرو فيه المسمنة ديالنا. هو البنات في الحقيقة شوية صعيب، ولكن مع المول تاعو مع ديما 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 صافي غادي تعودو عليه، ولي يجيكم ساهل. نورقوها مزيان البنات، على الدورة ديال المول ديالنا، مربع ولا هكا دائري ولا كيف ما كان ماشي مشكل، كيف ما كان. نجيبو الزبدة ديالنا، كندهنو، كنبقاو غادي البنات على هاد الطريقه حتى كنساليو اربعه المسمنات ديالنا الاولين، حتى كنساليو اربعه المسمنات ديالنا الاولين، يعني كنديروا الاولى وكندهنوا بالزبده، وكنديروا الثانيه كندهنوا بالزبده، الثالثه كندهنوا بالزبده، وكنديروا الرابعه وكنحبسوا. من بعد ما سالينا الرغيفات ديالنا باربعه، وحده فوق فوق وحده كيف قلنا، كديري وحده وكدهني بالزبده وكتزيدي الثانيه وكدهني بالزبده وكتبقي هذاك حتى كتسالي الربعه ديالك. من بعد ما كتساليهم كتجيبي لا كريم باسيسيير اللي كنا حضرنا ديجا، كيكون ديجا برد صافي، كتمشيه عليها ما توصلوش تل النص ديال، حاولوا شويه تخليوه شويه بعيد باش من تحط فوقو الوريقات الاخرين اللي باقيين عندنا في الرغيفات الاخرين ما يسيحش لكم في الجنابل. من بعد ما درنا الكريمه البنات هانتوما كنوصلوش حتى للجنب، يعني كنخلي واحد السباس شويه، كنجي كنكمل الرغيفات ديالنا. وكنديرهم فوق، كنبقى غادية بهاد الطريقة البنات، واخا شوية كتعذب ولكن ماشي مشكل، مع المدة صافي كتعود كتولي تجيك ساهلة. في الأول تجيك شوية صعيبة، من بعد تولي تجيك ساهلة صافي، كتبقي تجري الرغيفة حتى كتوصليها للقوس.
في البنات غادي ندهن بالزبده وغنعاود ثاني ندير رغيف اخر وندهن بالزبده حتى نسالي هاد الثلاثه ديالنا اللي بقاو اللي هما اربعه لتحت واربعه الفوق ووسطهم لا كريم باتيسيير. من بعد ما ساليت الرغيفات ديالي كامل بقات اخر وحده ها هي اللي دهنت بالزبده من بعد غادي نقطعو السمنة ديالنا اللي على شكل ملفي الطريقه اللي بغيتو هكا مثلث بغيتو تقطعوها من النص وتمشيو تقطعوها هكا على شكل ملفي اللي بغيتو نصوما. انا في الحقيقه بغيت ندير شكل اخر اللي هو شكل مثلث ملفي على شكل مثلث. من بعد ما ساليت غنوريكم التقطيعه كيف قلت لكم كيف ما بغيتو تقطعوا. انا بغيت نقطعها هكا بغيت نغير شويه شكل ملفي بغيت نغيرها يعني انا بغيت نقطعها كمثلثه. لا بغيت تقطعوها مربع ممكن تقطعها من ومن 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 وصافي. انا ما بغيتش بغيت نديرها مثلث صافي نمشي على هذه الطريقه حتى نسالي. ومن بعد ندهنها بشويه تاع البيض من الفوق وندخلها البيض غنصوم البنات وندهنها بشويه تاع البيض صافي وندخلها الفرن. ومن بعد غادي يطيب غادي نجبدها داكشي كيبقى تزين على حساب نتوما واش بغيتو. ممكن ديروا فيها الشوكولات شوكولات كحل وبيض وتمشي بيه هكا تعاود هكا بالعكس بحال شكل ميلفي. بغيتي دير مثلا عسل وشي حاجه من المكسرات بغيت اللي بغيت كيبقى اختياري ديالك. من بعد البنات انا غندخلها للفرن طيب ونوضع لكم من بعد. من بعد ما طابت السمنه ديالنا على شكل ميلفي البنات شوف كيفاش كتجي غزاله كتحمق. كنجيبو جليكوز يعني هادشي اللي قلت لكم البنات كيبقى اختياري يعني تقدري ديري تقدري ما ديريش على حساب نتي واشنو نتي واشنو بغيتي باش بغيتي تزوقي زوقي ماشي ضروري هادشي اللي بالنسبه للديكوراسيون كيبقى اختياري على حساب كل واحد و واشنو كيبغي كل واحد وكيفاش كيعجبو يزوق على حساب. هي البنات كتجي غزاله هاد وشبي ديال اللوز قرقاع اللي عندك. اولا كيف قلت لكم الشوكولات كحلو بياض ودير له دوك الخطوط بحال الميلفاي ولا المهم. انا بغيت نغير الشكل شويه وصافي ميلفاي كنشوفوها مستطيل بغيت ندير انا مثلث. هانتوما البنات كتجي غزاله كتجي فنه صراحه كتجي زوينه. انا كندير معكم غير الحوايج اللي كنجرب في الدار يعني اللي كندير شي حاجه ما دايرهاش ما نقدرش هانتوما البنات شي كتجي رائعه الغزاله كتجي غزاله ما نقول لكمش. فهي كتجي مقرمشه البنات كتجي غزاله كتجي غزاله كتجي فنه. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تعجبكم وديروها وتعطوني شي دعوه ان شاء الله تكون زوينه بحالكم. يلا البنات نخليكم ان شاء الله في المره الجايه. يلا بسلام عليكم.